بحثت وزارة البيئة مع محافظة جنوب سيناء آليات تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وأوضحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أنه يتم تحديث الدليل الاسترشادي لمنح العلامة الخضراء للفنادق لإضافة عدد من الاشتراطات الخاصة بحماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية. من جانبه أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة دعمه لسياسات الحد من استخدام البلاستيك واستبدالها بمنتجات صديقة للبيئة، وجه بسرعة الانتهاء من مشروع مدينة شرم الشيخ الخضراء.